خلونا ناخد هاتفيا سياده اللواء سيد نصر محافظ كفر الشيخ. معالي المحافظ، تحياتي لحضرتك يا فندم. أستاذ المشاهدين كلهم، انا سعيده ان انا اول مره في مساء دريم اكلم حضرتك على حاجه مفرحه وجميله مش على مشكله كله مفرح والحمد لله، يعني كله مفرح الحمد لله، بس بيبقى عندنا اهالينا برضو عندهم مشاكل ميه ولا خلاص، عشان خاطر البلد، عشان خاطر اهالينا المحترمين في كفر الشيخ. الله يخليك يا فندم، الف مبروك طرح منتجات بركه غليون في محافظه كفر الشيخ. المشهد هايل الحقيقه ومحترم وجميل، 10 منافذ، وفي وعد ان شاء الله من حضراتكم يوصلوا ل 20 منفذ. يعني امتى ممكن يتم؟ اولا كلمنا بس على الطرح، وكلمنا على فرحة المواطنين امبارح، الكميات كفت ولا كنتوا محتاجين تطرحوا كميات اكبر؟ انا بس بستاذن حضرتك بس بنهني بس الامة الاسلامية واهلينا هنا في جمهورية مصر العربية واهلينا في محافظة كفر الشيخ بذكرى الاسراء والمعراج. كل سنة حضرتك طيب. وانت طيب. طبعا ده كانت احنا كنا منتظرين باكورة الانتاج الحلوة اللي سعادتك عرضتيها ديت، يمكن فخامة استاد رئيس الجمهورية في نوفمبر عام 17 من 5 6 شهور لما افتتح المزرعة، واحنا كنا مستعجلين على الانتاج. الحمد لله الانتاج ظهر دلوقتي في السوق وموجود عندنا، وان شاء الله دي بداية من عندنا في كفر الشيخ هيملى منافذ مصر كلها ان شاء الله من الاسبوع القادم ان شاء الله يكون لك توفيق. ما ده كان سؤالي الثاني بقى يا فندم، لان انا يعني عايز اقول لحضرتك واحنا بنتفرج اصلا على التقرير ده وما شاء الله حلاوه وجمال السمك يعني والجمبري، كلنا عايزين نسال امتى هتنزل باقي المنتجات في محافظات الجمهوريه، لانه انا سالت في كذا مكان هنا منفذ قالوا لي لا، ما منتجات بركه غليون لسه ما نزلتش. ده هو احنا يعني دلوقتي احنا بدانا ب 10 منافذ، وان شاء الله في خلال الفتره اللي جايه ديت الاسبوع ده هنوصل ل 20 منفذ، لان احنا بدانا احنا لسه خارجين من شم النسيم وقلنا بقى الدنيا هتبقى يعني بطيئه في البيع وكده، لكن لقينا في اقبال غير عادي، وحاجه كانت جميله وزغاريط وفرحه، ويعني بجد الواحد ما كناش متخيلين ان هي يتم العرض هيتم البيع على طول. يعني ان شاء الله اعتبارا من صباح غدا ان شاء الله هيتضاعف الكميات، هيبقى في منافذ اكتر، هيبقى بالسعر اللي حضرتك قلتيه دلوقتي في مقدمه التقرير ان شاء الله، يعني حاجه جميله، حاجه ده اقل من سعر السوق، حاجه مغلفه بحاجه ب 20% تقريبا. يعني بعيد عن الاشاعات اللي طالعه، ده احنا جايبين سمك من السوق وبنعمله وبنغلفه. طب يا سيدي ماشي، هاتوا انت السمك اللي احنا بنجيبه بنغلفه ده وبيعه بسعرنا. معلش لازم اي حاجه حلوه تتعمل، لازم في ناس لازم تشكك كدا. فيها معلش تلاقي فيها حاجات كده شبوره، تلاقي فيها حاجات كده يعني، لكن انا طب يا سيدي احنا واخدين منك، بيع بسعرنا وغلفه، بلاش تغلفه، احنا بنغلفه وبنعمله وبنحط له الثلج وبنظبطه وبنبيعه للجمهور مظبوط، انت انزل بسعر بتاع زينا بقى، يبقى ان شاء الله تبقى انت عملت خدمه لينا ولاهالينا كلنا. ما تحطش الناس دي في بالك يا سياده المحافظ، والله العظيم ما تحطش الناس دي في بالك والله حاجه غريبه، بس سيبهم يتكلموا، سيبهم يتكلموا، خلي يعني لو يقدروا يعملوا ربع الشغل ده يعملوه هم، طالما هم يعني شاطرين قوي في الكلام ده. يقول لك ده خدوا سمك من السوق وبنبيع طب وبيعبروه يعني بقى باسماء بركه غليون، خلاص يعني هنجيبه باغلى وهنبيعه باقل، خلاص احنا ما فيش مكسب. الموضوع مأثر في حضرتك قوي يا معالي المحافظ. والله انا بسمع الاشاعات ديت بس ده اللي يدل على نجاح. ما هو اي حاجه فيها نجاح لازم تلاقي فيها ناس بترمي بالطوب، وناس مش عايزه تشوف النجاح. دي حقيقة. اعداء النجاح دايما يحبوا كده يحدفوا الناس بالطوب. طب سيبنا بقى من اعداء النجاح يا سياده المحافظ، وخلينا نروح لعشاق السمك. عشاق السمك والجمبري شكله فظيع ان شاء الله. التقسيمه لما بكره ان شاء الله في كفر الشيخ هتزودوا عدد المنافذ ل 20 منفذ مظبوط كده؟ ان شاء الله ولو احتاجنا كمان هنزود، وانا بوعد حضرتك ان شاء الله، وده برضه على لسان سياده اللواء حمدي بديل اللي هو رئيس الشركه الوطنيه للاسماك تبع جهاز الخدمه الوطنيه للقوات المسلحه. تمام. هم فعلا دولت مش هنقول الجنود المجهولين، لا ده هم فعلا الجنود. طيب. اللي بيقودوا المعركه، احنا بنساعد عشان نوصل الحاجه ديت
لناسنا ولأهالينا عشان تبقى موجودة زي ما وعدنا وزي ما قلنا. طيب يبقى احنا ان شاء الله بإذن الله بكرة في كفر الشيخ المنافس هتزيد من 10 ل 20 منفذ، ولو احتاجتوا اكتر من كده هتزودوا منافذ. طيب ماذا عن باقي المحافظات؟ احنا جاهزين، وانا عايز اقول لحضرتك حاجة. باقي المحافظات ايه يا معالي المحافظ؟ باقي المحافظات ايه؟ بقيه المحافظات اللي هتطلب منا. طب احنا هنبدا بالغربيه والدقهليه، احنا محافظات والناس دي القاهره طبعا كل المحافظات هتبداوا بالغربيه والدقهليه. طبعا، وهيبقى في القاهره، هيبقى موجوده في محافظات مصر كلها ان شاء الله. مش كتير يا فندم؟ لا والله بنسال، لا بنسال عليها كتير، مش بنلاقيها متوفره قوي. لا هتلاقيها من الاسبوع القادم ان شاء الله، هتلاقي الخير ده كله موجود على مستوى مصر كلها ان شاء الله. وبنفس السعر اللي هو اقل 20% من السوق. ايوه ده حقيقه، ده حقيقه. طيب انا بشكر حضرتك جدا، ومره تانية بجد مبروك، وده شغل محترم جدا ومجهود هايل من حضراتكم جميعا، وشيء مشرف جدا. اي حاجه نقدر نعملها عشان المواطن يحس بفرق، يعني المواطن النهارده لما اكلت السمك بتاعته بدل ما تكلفه 100 جنيه تكلفه 80 جنيه، ده وحش؟ ده حاجه مش ما فيهاش حاجه؟ لا طبعا دي حاجه كويسه، حاجة كويسة. بنحاول نزق، بنحاول نسق. وبعدين كمية الناس اللي بتشتغل في هذا المشروع كبيرة جدا على فكرة، وأغلبهم شباب وفنيين وناس من الأرياف بتيجي، ومهندسين وناس معها شهادات عليا. يعني مشروع كله على بعضه الحقيقة محترم جدا. بشكرك جزيل الشكر سيادة المحافظ اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ.